يخص الرجال بدرجة الأولى ويخصني أنا بدرجة أكثر، هو موضوع تساقط الشعر والصلع، دق ناقوس الخطر. فاليوم راح نضوي على هذا الموضوع، نتعرف على تقنية جديدة، عن وين وصل العلم والتكنولوجيا في النيو تكنيكس. وليس هناك أفضل من خبير التجميل، أخصائي في التجميل، الدكتور داني توم. أهلا وسهلا فيك. Thank you بلال. شكرا لك. الحمد لله. أنا قلت أنه هذا حديث العصر بالنسبة لنا إحنا الشباب. دكتور، خبرنا شو النيو تكنيكس سو فار، وإيش بتختلف على التكنيكس اللي أول ما بلش فيها زراعة الشعر؟ بلال، زراعة الشعر مرقت بمراحل كتير مهمة. أول ما طلعت زراعة الشعر كانوا ينزرعوا بلاكس، يعني مثل زرع الخس، ويكون باين، يعني كثير ناس صارت تنحرج من هالشكل. مع الوقت صار في تطور، أنه صار ينشال شريحة من الخلف ويتقطع الشعر شعرة شعرة وينزرعوا بشكل كتير دقيق. اليوم ما في شخص بيزرع شعر لازم النتيجة ما تبين إلا طبيعية 100%، وما يبين إنه مزروع إذا شغل عمل مثل ما لازم. وهيدي الطريقة بعد الطريقة الفضلة، لأنه تسمحنا نزرع عدد كبير من الشعرات. بكثير من الحالات بتتخطى 7000 أو 8000 شعرة بجلسة واحدة، وهذا كافي لنغطي أغلب الفراغات عند الرجال وعند النساء طبعا. في تقنية جديدة كثير مهمة، بدل ما ناخذ شريحة من الخلف، في ناس بفضلوا ما يكون في جرح بالخلف، مع انه جرح كثير رفيع وقت ينعمل مضبوط، فينا نشيل الشعرات من خلف الرأس شعرة شعرة او بالمكنة او على الايد، وهالشعرات يرجعوا ينزرعوا مثل ما حكينا بالاول شعرة شعرة بالقدام. طب شو الاحسن وشو الاكثر فعالية؟ حسب الشخص. اوكي. اذا الشخص عايز عدد كبير من المستحسن بعد تنعمل الشريحة، اذا الجلد من الخلف بيسمع، في ناس عاملين اكثر من جلسة او جلستين وبطل عندهم الاستيسيتي بالشعر، صرنا من المستحسن ساعتها او نروح على جوانب او نعمل لهم هالزراعة. الناس يلي بيحلقوا راسهم، في كتير من الناس بيحبوا يحلقوا راسهم وحابين يكملوا يحلقوا راسهم بس حابين يكون عندهم شوية شعر، هو اللي من المستحسن ينعمل لهم الـ FUE، يعني الزراعة الجديدة اللي بنسحبهم شعرة شعرة، لأنه ما مش مستحب يبين الجرح بالخلف. أو الناس يلي عايزين عدد قليل من الشعر، طبعا هالعملية بتكون ملائمة لهم، لأنه ما نسميه الييلد، يعني عدد الشعيرات يلي ممكن نقدر ناخذهم وقت نشيل من الخلف شعرة شعرة نسبيا اقل بالثلث تقريبا بما ممكن نعمله بالشريحه الواحده. حلو. دكتور، حضرتك ذكرت انه وقت بدنا نزرع شعر بنشيل من الخلف، اذا حدا ما عنده شعر بالمره شو بيعمل؟ عاده صارت كثير صعبه، في ناس عندهم امراض بتخلي الشعر يهرب، وبهالحاله ما بنزرع لهم. اغلب الناس اللي عندهم مشاكل وراثيه اللي هن البيست كانديدتس اللي احسن شيء ينزرع لهم الشعر، بضل عندهم شريحه بالخلف حتى لو راح الشعر على الاخر. طيب بعد الزراعه معقول الشعر يرجع يتساقط مره ثانيه؟ عاده لا، في حالات استثنائيه عند بعض النساء اللي بيكون شعرهم خفيف وين ما كان، ممكن هالشعر يرجع يخف مع الوقت، خاصه اذا ما كان في علاج حتى نحافظ على الشعر الموجود. وهي نقطه كثير مهمه، يعني الشخص ما لازم يفكر انه نحن زرعنا الشعر وخلصنا، على طول لازم يكون في علاج مستمر حتى نحافظ على البصيلات يلي موجودين ويلي انزرعوا. حلو. طيب نحكي شوي عن العلاجات، طبعا في علاجات ما قبل وما بعد الزرع، في كمان تطور، في شيء جديد بهذا المجال؟ هلا على طول لازم يكون في تشخيص، وهذه شغله مهمه، يعني الشخص لازم يروح عند اختصاصي بالشعر، لانه طبعا في تقنيات تقدمت بس في طب، وهذه يعني عم شوف كثير تجاوزات بهالموضوع، مراكز بتفتح بدون طبيب، والناس عم تروح تزرع شعر بس ما عم يكون في عندها العلاج المضبوط، واذا ما صار عندها مشاكل. في ادويه صارت معروفه بتحافظ على الشعر، المينوكسيدل علاج لازم يستعمل باستمرار حتى يضل محافظ على الشعر. في كثير ناس بيفكروا انه ممكن يطلع لهم شعر، في حالات بتصير هيك، بس اهم شيء هو بيضل محافظ على الشعر على المدى الطويل. في حبوب ممكن ياخذوها الرجال، في بعض النساء ببعض الحالات ممكن ياخذوها، بتاثر على الهرمونات يلي بتخفف من الشعر مع الوقت، فهي ممكن باستمراريه تحافظ على الشعر وترجع تنمي شعر. طبعا اذا في مشاكل، ضعف بالحديد، ضعف بالدم، بالغده، هيدي بيكون في علاجات لها خاصه وبتساعد كثير.
الفيتامينات مثل البيوتين مثلا، مثل الزنك كمان ممكن كثير تساعد بعض الاشخاص. حلو، فمن الضروري انه الواحد يستشير دكتور قبل ما هيدا، لانه كان في مره شفت باحدى البرامج هذه الشركات اللي بتطلع البرودكت الساحر او السحر اللي بيطلع شعر فروم زيرو وبيقول لك هيدا 100% هيربل، وحتى شفت العلبه دكتور ما كان فيها حتى عليها اكسبايري ديت. للاسف بلال في كثير شارلاتانيس بنقول بالفرنساوي، في كثير ناس بيدعوا اشياء دجالية. ما في من الصحه. الطب كثير تقدم والحمد لله، اليوم صار فينا نعمل تغييرات كثير جذريه للناس وتحسينات كثير جذريه، بس بعد ما وصلنا للسحر الناس لازم كثير تنتبه، لانه العلاجات موجوده، وفي قد ما في علاجات منيحه في علاجات منا منيحه، والناس بتضيع وقت وبتكب مصاري وممكن يصير مع اشتراكات. مثلا من هالاشتراكات الشعر الاصطناعي شغله معروفه في مشاكل كثير منها، الجلد بترفضها 100% من الوقت، وبعدك بتشوف انه في ترويج لهال. بلال ذكر المستحضرات اللي بنستعملها في مراكز كمان، يعني اوقات في ناس بتروح مش عند حكمة، كيف بدنا نعرف وين بدنا نروح؟ بعتقد الناس يعني لازم تسال عن الحكيم المختص، تتوجه عند حكيم الجلد بالاول. في كثير من حتى في ناس منهم حكمة بيقوموا بهالعمليه، طبعا يعني الناس لازم تعرف انه تروح عند الطبيب الاختصاصي وتتوجه عند الجراح يلي مختص بعمليه جراحه الجلد. دكتور، وقت واحد يروح لعندك بده يعمل عملية زراعة شعر، قد ايه بده وقت يقدر يرجع يمارس حياته الطبيعية يرجع لشغله؟ عادة بعد عملية الزرع ما في ألم إلا بليلتها بكم ساعة، وبيروح بالأدوية الألم. في انتفاخ بيكون بمنطقة الزرع، ممكن يستمر لحدود الخمسة أو ست أيام، الناس بيرتاحوا فيه بالبيت، هذا انتفاخ بدون زرع وبدون ألم، يعني الناس بيكونوا قاعدين مرتاحين ببيتهم. الشعر بياخذ تقريبا 3 لـ4 أشهر ليبين الشيء ما مزبوط، وببعض الحالات ممكن ياخذ 6 أشهر او عند النساء لحدود السنه ليكون طول مزبوط وعطى النتيجه النهائيه. بيقولوا بعد عمليه الزرع بترجع بتقع هيدي الشعرات؟ الشعره بس نزرعها مزرعه تقريبا تكون ملي او اثنين، اوكي، وممكن تتساقط يعني بنسبه 20 او 30% منهم ممكن يتساقطوا، بس كلهم بيرجعوا بيطلعوا بقوه، والنتيجه النهائيه مثل ما قلنا. هلا طبعا مش بس عم نزرع الشعر باعلى الراس، في ناس نزرع لهم هالمنطقه، في ناس نزرع لهم السوالف بعد الفيس ليفت سيرجري. طبعا الحواجب الستات كثير منهم على كثره شيل الحاجب وتنظيفه ما بتعود الشعره تطلع، بيعملوا تاتو. طبعا التاتو حلو بس اوقات مش منه ناجح، العمليه عمليه زرع الشعر بالحواجب ناجحه جدا. طبعا في ناس الشوارب عندهم صغيره او قليله او الدقن بيكون عنده خفيف، كل هول ممكن ينزرعوا. كمان سوري رار قطعتك، بنسمع عن زراعه الشعر انه مش بس ياخذوا من السيم بليس او اريا، ممكن ياخذوها بالنسبه للرجال من الصدر مثلا؟ ببعض الحالات الناس اللي ما عندهم مرض براسهم بس عندهم هالتساقط الوراثي ممكن ناخذ من الجسم، اذا في مثل ما بنقول غزاره بالانتاج وسوء في التوزيع ممكن ناخذ من الجسم، بس عادة ما بنحصل على نوعية شعر كثير حلوة، لأنه شعر الجسم عادة قصير وبيبرم وهذا يعني منه كثير مستحب على الراس، وما بنقدر ناخذ عدد كبير، بس في ناس بهمهم إنه يزرعوا، إذا خلوه قصير ممكن هذه العملية ساعتها تنجح عندهم. يعني ما في اخذ شعر من ران مثلا واحطه انا؟ انا ما بعرفك مربيتهم بوصيله وقتها لا بعرفك عالم عنده شعر اكثر. انا خليها تخسر ولا شعره من ران. انا كنت هلا عم بسال الحكيم تحت الهواء وخبرنا عن الحواجب وقلت قد ايه مهم يعني الستات، يعني صار كله له حل اليوم، اغلب الاشياء صار لها حل، يمكن مش حل نهائي بس حل بالقليل عم يتقدم مع الوقت. دكتور انا بدي اسالك عن الثعلبه يلي بتطلع اوقات بالراس وبتطلع، كمان بنقدر نزرع فيها؟ ما فينا نزرع لها للاسف، لانه بنلاحظ انه الثعلبه هي من الحالات يلي ما بنقدر نزرع لهم، لانه كثير اوقات اذا مش باغلب الحالات بترجع الثعلبه بتيجي بتاثر على الشعر المزروع وبيرجع بيروح. طيب شو الحل هون وقت يكون الحل هو العلاجات يلي شو الثعلبه هي مرض خلايا الدفاع بتهاجم بصيلات الشعر، بقى العلاج هو انتي انفلاماتوريز،
اي علاجات بتخفف من قوه هالمناعه حتى نعطي مجال لهالشعر يرجع ينمى. طب بحال اعطيته دواء وخففته ممكن الشعر يرجع ينمى؟ اذا تاكدنا انه الثعلبه راحت نهائيا ممكن نرجع نحكي بهالموضوع. بس اخر سؤال دكتور، المده الزمنيه هي ذاتها ولا التطور اختصر شويه الزمن؟ كنا بنسمع عن العمليات بتاخذ 6-7 ساعات ولا بتختلف؟ بالزمان كنا نزرع 500 شعره ونقول كثير، هلا صرنا بنزرع فوق ال 5-7 آلاف شعره، طبعا لانه الزرع دقيق جدا وعم نزرع شعره شعره، بعده الوقت عم بيكون 5 أو 6 ساعات واوقات يمكن اكثر، ببعض الحالات اقل. اذا الراس فاضي بنمشي بسرعه، اذا عم نشتغل خاصه عند النساء بين الشعيرات الموجودين هذا الشغل كثير دقيق بياخذ وقت، يمكن ياخذ وقت، بس الناس عاده بيكونوا مرتاحين عم يحضروا تلفزيون، عم يتفرجوا على ايباد او يعني الم بسيط اذا فينا نقول؟ يعني عاده بوقت العمليه ما في الم لانه عم نشتغل ببنج موضعي از وي جو، العالم ما بتحس الا باول ابره او ابرتين. طب رينج بس دكتور للاسعار حسب الوضع العملية. يعني اذا عم تحكي زراعه على منطقه كثير صغيره شيء، واذا عم نحكي فول كيس شيء. طبعا هاي التقنيات مكلفه بتاخذ كثير وقت، ممكن توصل كلفه العمليه لكذا الف دولار، بس طبعا كل حاله لها سعرها. اكيد دكتور داني توما شكرا جزيلا لوجودك معنا. ميرسي عزتكم. ونكست تايم بكاميرتنا لازم تجي وتشوف تفاصيل العمليه عن قرب عشان المشاهدين اللي عندهم هيبه من الموضوع وبيفكروا بان هذا الشيء ربما يكون مؤلم او خطير، ابن هين عليهم الامور، يمكن انا اولهم.